أصدقائي المشاهدين مساء الخير، مرحبا بكم. هذا الفيديو موجه إلى التلاميذ المشاركين في مسابقة تحدي القراءة العربي في نسخة 2023. تريدني الكثير من الأسئلة حول طريقة تلخيص الجوازات، حول الكتب المناسبة. بالنسبة للمرحلة أو الفئة الثالثة والرابعة، أي المستوى الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، ما يسمى بالمدارس المتوسطة، أي 6 سنوات الأخيرة من التعليم الأساسي من الصف السابع إلى الصف 12، فهي تتفاوت وتختلف عن الكتب والقصص التي ينبغي قراءتها بالنسبة للتعليم الابتدائي. بالنسبة ل6 سنوات الأولى، يفضل دوما قراءة كتب وقصص ومؤلفات متنوعة ولكن بسيطة يغلب عليها الطابع القصصي. في الحقيقة الانترنت مفتوح للجميع ويوفر الكثير من الكتب، وهناك مجموعة من المواقع التي سبق أن اقترحتها في الفيديوهات السابقة وسأقترحها كذلك في أسفل هذا الفيديو، عبارة عن مواقع يمكنكم أن تدخلوا إليها ويمكنكم أن تقوموا من خلالها بتحميل مجموعة من الكتب المناسبة لهذا المستوى، أي المستوى الأول والثاني من السنة الأولى ابتدائي إلى حدود السنة السادسة من التعليم الأساسي الابتدائي. طبعا بالنسبة لهذه الفئة تتميز بنوع من البساطة، كتب لا تتجاوز بالنسبة للفئة الثانية 30 صفحة، يمكن أن تكون مرفوقة بصور، يغلب عليها الطابع الحكائي وتكون مبسطة، سواء تتعلق بتبسيط العلوم، تتعلق بمعارف الجغرافيا، تتعلق بالثقافة الدول، تتعلق بالدين، قصص الأنبياء، قصص عامة، حكايات، مجموعة من الأشعار الصغيرة إلى آخره، أي أن هناك دوما إمكانية للتنويع ولكن في حدود الالتزام بالقصة والالتزام بكتب مناسبة، أي لا تتعدى 30 صفحة. بالنسبة للفئة الثالثة والثالثة وهي التي أخص لها هذا الفيديو، ماذا نقرأ؟ السؤال أولا ينبغي أن نجيب عليه بأن تكون هذه الكتب مناسبة، ينبغي أن نقرأ كتب مناسبة لسنكم، لأن الكثير من التلاميذ حقيقة في هذه المرحلة ينبهرون ويعجبون بكتب قد تتجاوز مستواهم وقد لا يستوعبون متنها. طبعا من حيث المبدأ القراءة دوما مفيدة، سواء قرأنا ما يناسبنا أو ما يتجاوز مستوانا فهو بمثابة تحدي، ولكن يفضل دوما أن نقرأ ما يناسب مستوانا وما يكون موجها لنا. كيف أختار كتابا؟ من حيث المبدأ في مسابقة تحدي القراءة العربي ينبغي للكتب أن تكون متنوعة، بحيث أن التلميذ ينبغي أن يكون ملما بالتاريخ، ملما بالفلسفة والفكر، ملما بالاقتصاد، ملما بالعلوم التجريبية، وملما بالأدب، وملما كذلك بالدين والأديان، وملما كذلك بعلوم اللغة وغيرها. إذن هنا بالنسبة للقراءة ينبغي أن تكون دوما متنوعة وألا نحشر في زاوية معينة، أن أقرأ فقط القصص أو أن أقرأ فقط الروايات يعني الخيالية، ينبغي أن أنوع. ولكن في الحقيقة القول سهل والفعل شيء آخر. حينما نبحث عن الكتب، وهذه هي الطامة الكبرى، غالبا ما نجد أن أشهر الكتب هي حكايات أو روايات خيالية مثل أرض زيكولا وغيرها التي يحفظها أبناؤنا والتي نالت شهرة وانتشار كبير في أوساطهم. في الحقيقة لكي تبحث عن كتاب معين يلزمكم أن تفتحوا الانترنت. أوصي بمجموعة من المواقع البسيطة مثل فولا بوك، سأترك لكم العناوين أسفل الفيديو، فيها مجموعة من التخصصات المختلفة، تجد كتب خاصة بالأدب، كتب خاصة بالعلوم، كتب خاصة بالسياسة، كتب خاصة بكل مجال، يعني كل مجال على حدة. حينما نسعى لقراءة مجال معين سنبحث ضمن هذه الكتب، مثلا ضمن كتب السياسة هناك الكثير من الكتب البسيطة والجميلة والقريبة إلى المستوى الثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي. سأعطيكم مثال، مثلا سير السياسيين، السيرة الذاتية للسياسيين، مثلا لمؤسس سنغافورة أو لمالكوم إكس أو لمختلف الشخصيات السياسية الناجحة عبر التاريخ، أو أدولف هتلر مثلا، أي شخصية مثيرة للجدل ستطلعنا، لأن تلك الشخصية
يعني مثلا تعرف مثلا عن مثلا سيرة مثلا الملك سعود مؤسس الدولة السعودية الحديثة، نتعرف من خلالها على السعودية، نتعرف على من خلالها على وجهة نظر يعني المؤسسة السياسية الملكية، نتعرف على رجالها، نتعرف على جزء من تاريخها، وهي تبقى قصص، يعني تبقى لأن هذه قصة، سيرة إنسان هي نوع من القصص بطريقة أخرى، لأنها تسرد لنا مجموعة من الأحداث المنظمة إلى آخره. كذلك الأمر بالنسبة للعلوم، العلوم هناك الكثير من الكتب التي تبسط، مثلا سأعطيكم مثال كتاب لشاردان عنوانه كيف نسافر عبر الزمن، أو هل يمكن أن نسافر عبر الزمن إن لم تخني الذاكرة. كتاب عدد صفحاته حوالي 60 صفحة أو 66، بسيط التناول، يضعنا أمام يعني النظرية النسبية لإينشتاين، ويضعنا أمام إمكانيات مختلفة لكي نتعرف على نظريات علمية، على طريقة نشأة النظرية العلمية إلى آخره. المطلوب بالنسبة للتلاميذ أن لا يقرأوا كتبا ضخمة يعني وتأخذ الكثير من وقتهم، بل أن يقرأوا كتب مناسبة 100 صفحة 70 صفحة 60 صفحة إلى آخره، لأن بالنسبة للتلاميذ الثانوي التأهيلي، أي الفترة أو المرحلة الرابعة، بين 70 و100 صفحة. طبعا يمكنهم أن يقرأوا كتاب من 300 صفحة، ويمكنهم أن يلخصوا في 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 صفحتين من الجواز، ولكن دائما يفضل قراءة كل كتاب وتلخيصه في صفحة. لماذا؟ لأنه في النهاية ينبغي أن نقرأ 50 كتابا، وحينما نقرأ هذه 50 كتابا ينبغي أن تكون متنوعة، وبالتالي يمكن للبعض مثلا أن يقرأ أقل من هذا الرقم، مثلا 30 كتاب أو 40 كتاب، ويلخصوها مثلا بالنسبة للكتب الكبيرة في صفحتين أو 3 صفحات، ولكن مع ذلك يبقى هذا العمل منافسة أو بالمقارنة مع عمل آخر أو مترشح آخر قرأ كتب بسيطة ولخص كل كتاب في صفحة، تبقى له الأفضلية. إذن كيف نختار كتابا؟ أعرف وأنا على دراية كاملة بأن الكثير من الطلاب والكثير من التلاميذ يجدون صعوبات كثيرة في الوصول إلى الكتب، لأنها غير متوفرة، أو لأنها غالية الثمن، أو لأن المتوفر في السوق هو الأكثر شهرة ومحدود ولا يعيننا على الاختيار. طبعا في قليلة من التلاميذ يمكنهم أن يشتروا كتب عبر الإنترنت، ويمكنهم كذلك أن يقوموا باستعارتها من المكتبات. المعضلة الثقافية بالنسبة لكثير من الدول العربية هي أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الكتاب بيسر، لأنه مثلا بالنسبة للثقافات الأخرى نجد أن هناك عدد هائل من الكتب وأنواع هائلة من الكتب والمكتبات التي تعير الكتب، التي تعطي الكتب، التي تهدي الكتب، وإمكانية هائلة للوصول إلى الكتاب من خلال البيع، من خلال الشراء، يعني هناك إمكانية كبيرة سواء على المستوى المدارس. نحن نعلم أن الكثير من المدارس لا تتوفر عليها مكتبات مدرسية، لذا لدي الحل هو الإنترنت. هناك مشاريع محترمة تضع بين أيديكم أنواع شتى من الكتب، فقط تصفح وبحث واستطلاع داخل هذه المواقع هو نفسه فيه فائدة، لأنه سيجعلكم تتعرفون على كتب ربما لن تقرأوا هذه الكتب، ربما ستحملون الكثير منها، تقومون بتحميلها ولن تتمكنوا من قراءتها، ولكن على الأقل التعرف والبحث هو بمثابة نوع من السفر أو نوع من الجولة التي من خلالها تتعرفون على عناوين، على مفكرين، على كتاب من يعني من ثقافات مختلفة. هناك أمر آخر مهم جدا، وهو أنه دائما ما أوصي الطلاب والتلاميذ بأن يقرأوا كتب متنوعة، وفي الآداب على الخصوص أن يقرأوا من ثقافات متنوعة. الكثير من التلاميذ يقرؤون فقط ما هو مشهور وما هو متاح في مجموعة من التطبيقات، مثلا أرتزيكولا، هذه العناوين التي انتشرت. في الحقيقة الكثير من هذه الكتب ليست لها قيمة طبعا بالنسبة للتلميذ في عمر يعني بداية الشباب ما بين مثلا 12 و18 يكون لديه نوع من يعني تخلق لديه نوع من المتعة، ولكن بالنسبة للفائدة كذلك، الفائدة الثقافية والفائدة الاستراتيجية والمعرفية
والفكرية غالبا ما تكون في كتب أخرى، كتب لكتاب عالميين.